مشاهدينا مشاهدي قناة الأهلي، معكم أسامة أبو زينة والوصف التفصيلي لمباراة نادي الشمس المصري ونادي دي جي اس بي الكونغولي. عندنا نادي الشمس قدامنا بيضم اللاعبة رقم واحد بيري ديب، واللاعبة رقم اثنين نهال جمال، دعاء الغباشي رقم أربعة، هانيا خالد رقم ستة، منا نادي رقم سبعة، مريم ثروت رقم ثمانية، وفرح رمزي كابتن الفريق رقم 10، ساره معوض رقم 11، ندى طارق رقم 12، نورهان احمد رقم 15، يمنى حسن رقم 16، ويمنى رقم 17، رقم 18 عليا هلال، ورقم 20 ساره الامين. شايفين قدامنا طبعا الكابتن مدير الفني لنادي الشمس الكابتن هيثم رشاد. هبادي اللقاء الكابتن هيثم رشاد بالمعدة رقم 6 هانيا خالد، ومعاها على الخط واضح قدامنا نورهان ودعاء الغباشي، وفي الخط الخلفي موجودة سارة وموجودة يعني فرح رمزي كابتن فريق. قدامنا طاقم تحكيم، نتمنى التوفيق إن شاء الله بإذن الله للنادي الشمس في بداية لقائه. ارسال من اعلى، استقبال من ساره، كره بتترفع وبتعدي سهله من فرح رمزي، كره بتعدي سهله بتجيبها نهال، وكره بتترفع ودعاء بتحط كره جميله من مركز اربعه في مركز اربعه بنقطه مباشره. قدامنا اهو شافت طبعا لعيبه اربعه متقدمه، حطت الكره وراها بسهوله. هانيا خالد على الإرسال، إرسال من هانيا، استقبال، بتيجي الكرة سهلة بتجيبها طبعا، بتترفع كرة قوية بتتشاط من فرح، بترجع تاني ودعاء بتشوت كرة قوية من مركز أربعة في مركز خمسة، برافو يا دعاء. اتنين نادي الشمس دي جي اس بي لا شيء. ارسال من هاني داخل الملعب، بتلعبه في من مركز واحد في مركز واحد واضح جدا، ارسال قوي مميز. هانيا بتلعب ارسال خارج الملعب. طبعا فريق نادي الشمس مشواره، خسر الشمس من انابيب الكيني بثلاث اشواط مقابل لا شيء، وفاز ايضا على فيجن الاوغندي 3-0، والفاب الكاميروني بثلاث اشواط. مره اخرى الكوره بترجع وكوره بتتشاط من اللاعبه راديه وبتيجي خارج الملعب. اتنين دي جي اس بي، ثلاثة نادي الشمس، استقبال من دعاء بيعدي الشبكة، وطبعا احنا عارفين اللعيبة هانيا خالد دلوقتي في الخط الخلفي مش مسموح لها ان هي تعدي تجيب الكورة من فوق حافة الشبكة العليا. ارسال، استقبال من سارة، وكرة بتترفع ودعاء بتشوت كورة قوية من مركز اتنين في مركز خمسة، اللعيبة رابية ما تقدرش تعمل لها أي حاجة. قدامنا اهي بعيد عنها وحطها في حتة كويسة جدا، راضية لعيبة طبعا طويلة باين عليها. ارسال قوي من دعاء، استقبال، وكرة بتيجي سهلة بتستقبلها هانيا، وفرح رمزي بتشوت كرة قوية بترجع تاني، وكرة بتتشاط، دعاء بتجيبها، ورفعة جميلة من سارة بترجع تاني الكرة، وراضية طبعا واضح ان هي لعيبة متميزة بتلعب في مركز اربعة، لعيبة رقم اتنين راضية، ونقطة مباشرة اربعة اربعة. لعيبة رقم 11 على الارسال، بيلا، وارسال في الشبكه، خمسه نادي الشمس اربعه نادي جي اس بي الكونغولي.
ارسال قدامنا في الشبكه اهو، ارسال قوي، تيجي كوره سهله وبتطلع دعاء وكوره بتشوطها قويه جدا فرح رمزي، بتيجي ما بين ايد حائط الصد. طبعا كابتن الفرقه ومعده الفريق اللعيبه رقم 8، يعني ما تعرفش تتحرك وتجيب الكوره دي. ارسال قوي نورهان ولكن خارج الملعب. ارسالاتنا طبعا محتاجين ان احنا نوجهها في اتجاهات انسب واحسن علشان اللقاء يبقى سهل. ارسال قوي، ساره بتستقبل ورافعه وكوره قويه من فرح، بترجع تاني كوره سهله بتجيبها ندى طارق وكوره بتشوطها قويه جدا ساره الامين في المعده، وما تعرفش تعمل لها حاجه في مركز واحد اهي قدامنا واضحه. برافو يا ساره. فرح رمزي ارسالها جيد، كرة بتترفع وكرة بتتشاط، ترجع تاني وكرة من الخط الخلفي بتشوطها فرح رمزي في الشبكة. 6 نادي دي جي اس بي الكونغولي، 7 نادي الشمس. ارسال لعبة رقم 2، الكرة بتترفع ودعاء بتحط الكرة كده في مركز واحد، بتطلع ديفنس وبترجع تاني سهلة وكرة بترفعها هانيا خالد من نص الملعب، بتحطها سارة الأمين حلوة في مركز 5. الديفنس ما عملش حاجة وبداية أول التكنيكال تايم أوت. 8 نادي الشمس، 6 نادي دي جي اس بي الكونغولي. طبعا مشوار نادي الشمس احنا عرفناه، خسارته من انابيب وفوزه على الفاب الكاميروني وفوزه ايضا على فيجن الاوغندي. اما دي جي اس بي الكونغولي فوز فيجن الاوغندي عليه ب3-0، وفوز الفاب الكاميروني ايضا ب3-0، وفوز الانابيب الكيني عليه برضه ب3-0. ده معناه ان هو اقل فريق موجود في المجموعه الثالثه. واضح ان اعمار الفريق صغيره، واكيد ادام اعمارهم صغيره ما عندهمش خبره. إرسال سارة في الشبكة. إرسالها في الشبكة. بيلعبوا الإرسال من ورا عشان يجي في آخر الملعب بقوة. ودعاء بتشوت كرة قوية بتيجي في إيد الديفنس وخارج الملعب. 9 نادي الشمس، 7 دي جي اس بي الكونغولي. ارسال قوي من ندى، كرة بترجع سهلة وندى بتطلع وكرة سريعة من نورهان بتشوطها في ايد حائط الصد وخارج الملعب. اول كرة سريعة تترفع في هذا الشوط وبداية اللقاء. ندى طارق استقبال وكرة بتتعدى كده من المعدة بتجيبها فرح رمزي، ودعاء بتحط كرة من 4-1 جيدة جدا. برافو يا دعاء. اهي ندى طارق ارسالها مميز، كرة جاية سهلة بترجع تاني ودعاء بتسقط كورة بترجع تاني، وهانيا بتحط كورة أيضا بليس ولكن بترجع وكورة متشاطة قوية ولكن بيتقال إن هي
تاتش اهي قدامنا. و 12 7 تايم اوت طبعا بيجري المدير الفني لنادي دي جي اس بي الكونغولي، طبعا بعد خسارة 3 مباريات اعتقد ان الفريق الكونغولي مش هيبقى عنده امال كبيرة ان هو يتمسك باللقاء. كرة سريعة اللي شاطتها نورهان، ارسال قوي واستقبال ضعيف، معدة الفريق ما تقدرش توصل للكرة بسهولة، دي مشكلة في حد ذاتها لما بتبقى لعيبة. ارسال من اللعيبة سارة معوض واستقبال ورفع وضربة، وسارة بتطلع كورة وكرة بتترفع ودعاء بتحط كورة كده في نص الملعب فاضي جدا، نص الملعب فاضي واضح. ارسال قوي استقبال من ليبرو وكرة بتعدي، وبليس مرة تانية من هانيا خالد في نص الملعب، برافو يا هانيا. خلاص هي ابتدت تحفظ ان نص الملعب فاضي فبتلعب على اساسه. كرة قوية بتتشاط وبترجع تاني، لعيبة رقم 11 بيلا و 16 نادي الشمس 7 نادي دي جي اس بي الكونغولي، وثاني تكنيكال تايم اوت. طبعا المدرب بيتكلم طبعا عن السكور وبيتكلم عن ان لازم اللعيبه تبقى مركزه في الاستقبال، ولكن هم مستواهم باين جدا واضح ان هو اقل بكتير من فريق نادي الشمس. نادي الشمس بيضم لاعبات على خبرة عالية. دي معدة الفريق وكابتن الفرقة لعيبة رقم 8. يعني اعتقد ان اللقاء هيبقى ان شاء الله باذن الله سهل على نادي الشمس لتخطي الدور الاول. ارسال قوي من ساره خارج الملعب، ولكن في تاتش اللاعبات بيعترضوا على الكوره، هنشوفها تاني اهو، فيها طبعا جزء طبعا لمست الكوره ايديها، ولكن الحكم هو سيد قراره. من حق فرح رمزي كابتن الفرقه ان هي تتكلم مع الحكم، ولكن القرار مش هيتغير. ارسال في الشبكه، 17 نادي الشمس 8 نادي دي جي اس بي الكونغولي. ارسال قوي استقبال وتيجي الكوره، واللعيبه رقم 11 بتشوط، الكوره بترجع تاني، بيري بتطلع ديفنس جيد وكوره جميله جدا بريست الايد كده من فرح رمزي من مركز 2 في مركز 5، برافو يا فرح. تمنتاشر نادي الشمس 8 دي جي اس بي. طبعا
طبعا هناك تغيير كابتن هيثم رشاد اجراه، نزل عليا هلال وطلع فرح واستقباله طبعا مش ناجحه، بيجري تغيير مره اخرى الكابتن هيثم، بينزل يمنى عزت وبيطلع ساره الامين في اريحيه طبعا، السكور واضح جدا، فبيحاول يجرب كل اللعيبه، وكوره بتشوطها دعاء قويه جدا في ايد حائط الصد اللعيبه رقم 8 وخارج الملعب، رفعها لها بيري كوره جميله. 20 نادي الشمس، 8 نادي دي جي اس بي، والمدير الفني الكونغولي بيطلب تاني وقت مستقطع 20-8. سكور كبير وواضح جدا في فرق في المستوى ما بين نادي الشمس والنادي الكونغولي. دي الكرة اللي كان فيها شك ان هي لمست، ده الارسال اللي في الشبكة طبعا واضح، مفيش دقة في المهارات بالنسبة للفريق الكونغولي سواء في الارسال او في الاستقبال، مش هيقدر يتعمل هجمة او يقدر يبقى في لعب منظم بعكس فريق نادي الشمس، فرقة كويسة منظمة منظمة كتير جدا عن الفريق الكونغولي. ارسال قوي من هانيا، استقبال وكرة بتيجي خاطئة. بعد فوز نادي الشمس على نادي الفاب الكاميروني ضمن تاني المجموعة بعد الأنابيب الكيني. تغييرة طبعا أجراها المدير الفني، طلع دعاء بيحاول يريح لعيبته وبينزل يمنى. هاني على الإرسال، إرسال قوي خارج الملعب. 9 دي جي اس بي، 21 نادي الشمس. لعبة رقم 7 بناموتو، مستني طبعا بيبقى فيه تغييرات، وارسال قوي بتجيبه نهال، وكره عاليه بتحطها بريست ايديها من مركز 4 في مركز 4، والحكم الثاني بيقول في لمس شبكه من اللعيبه رقم 6 اهي. ارسال قوي، استقبال، كره بترجع، كره بتتحط قويه، ديفنس جيد ورفعه اجمل، وكره متسقطه من يمنى عزت، والكره جايه اوتسايد اهي، معديه طبعا العصا الهوائيه، وكره بتترفع وحائط صد جيد من يمنى عزت ونورهان عبد اللطيف. يمنع الارسال، وارسال قوي، رفع الكره بتتحط بليس، بتجيبها هانيا، بيري بترفع كره بجر جميله، ويمنى عزت بتشوت كره من مركز 4 في مركز 6 جميلة جدا لتنهي الشوط الأول 25-9 في بداية
المشوار. نادي الشمس بيحاول النهارده، نادي الشمس ان شاء الله باذن الله يحقق فوز واضح وصريح على دي جي اس بي الكونغولي علشان يدخل تاني المجموعه الثالثه مع الانابيب الكيني. انابيب الكيني طبعا فرقه فازت 3-0 على الثلاث فرق. فرقة مميزة مصنفة. الدور القادم إن شاء الله بإذن الله نادي الشمس هيقابل قرطاج التونسي، فرقة جيدة جدا العام الماضي النسخة رقم 28 قدر قرطاج ان هو يفوز بصعوبة في تونس على نادي الشمس بثلاث أشواط مقابل شوطين. نادي الشمس كان بيضم كوكبة من اللاعبات سواء بقى للإصابة أو لظروف السفر أو للظروف التعليمية، ما قدرش ان هو يكمل، استدعى بعض اللاعبات مرة أخرى زي دعاء وابتدى يعلي في مستوى بعض اللاعبات، وأيضا اللاعبات اللي استدعاهم نورهان عبد اللطيف، وبيعلي في مستوى الفريق وبيحاول إن هو يعمل فرقة جيدة علشان خاطر يقدر يعمل نتيجة ما تبقاش بعيدة عن نتيجة العام الماضي. ماتشه أمام قرطاج أعتقد إن هو مش هيبقى سهل، هيبقى في الملعب ومحتاج تركيز شديد من اللاعبات. قرطاج فرقة منظمة عاملة فترة إعداد في إيطاليا قبل ما تيجي، وعندهم مقومات للمكسب، لعيبة كتيرة فيها في المنتخب التونسي. شايفين إرسالات نادي الشمس، إرسالاتهم قوية وجيدة، مدية مساحة إن هم يلعبوا بأريحية شديدة على نادي دي جي اس بي الكونغولي. إذا مفتاح لعب نادي الشمس في البداية الإرسال، إرسال قوي بيقدر يفك بيه استقبالات الفريق الخصم بسهولة، وشفنا الكلام ده أمام الفاب الكاميروني، شفناه أيضا أمام فيجن الأوغندي. ما حالفش نادي الشمس الفوز في بداية المشوار أمام الأنابيب الكيني، طبعا بيبقى في رهبة في بداية البطولة، اللاعبات بتبقى مختلفة لسه ما دخلتش في مود البطولة، وخصوصا إن الفرق اللي موجودة الكبيرة في البطولة بتعمل معسكرات علشان تقدر توقف لعبتها عند مستوى معين، بتقدر تدخل البطولة وهي واقفة وفي مستوى جيد. طبعا زي النادي الأهلي فرقة جيدة عاملة معسكر جيد بتحاول إن هي تدخل البطولة، وهي فعلا داخلة البطولة عندها هدف واحد، بطولة إفريقيا، مفيش أهداف تانية غير هي دي الهدف الوحيد. ثبت الكابتن هيثم رشاد تشكيل الفريق بتاعه، وأيضا المدير الفني الكونغولي مثبت برضه تشكيله، ما عدا ندى طارق نزلت مكانها سارة الأمين، سارة معوض عفوا، سارة الأمين أيضا نزلت مكانها تاني مكان يمنى،
عزت وبيلعب نادي الشمس باتنين معدين، في مباريات بتنزل مريم وفي مباريات بتنزل هانيا. هانيا لعيبه صغيره السن لسه تحت 18 سنه، بيديها مساحه من الخبره، لعبت في منتخب مصر للناشئات والشابات. ارسال قوي، استقبال من ليبرو، طبعا بتيجي الكره كده خارج الملعب. ادام الاستقبال ما يبقاش جيد، اعرف ان الهجوم هيبقى ضعيف والكره هتبقى سهله. هاني على الارسال، ارسالها قوي بنقطه مباشره. شايفين طبعا ثلاث ارسالات لهانيا موفقين، لا اما بنقطه مباشره لا اما الكره بتيجي سهله. ترجع الكره ورفعها لعاليا هلال، بتشوطها بايديها الشمال من مركز اتنين في مركز خمسة في حته ما تطلعش منها ديفنس. برافو يا عاليا. عاليا ايضا لعيبه صغيره السن، مواليد 2000، واستقبال خاطئ من الليبرو واللاعبه رقم 18. تغيير بيجريه المدير الفني، وغير طبعا المعده كابتن الفرقه ونزل اللاعبه رقم 7. هانيا ارسالها قوي، استقبال وكره بتترفع وكره بتتشاط وبتيجي في ايد بيري وخارج الملعب. كان فيها شك كده الكره اللي فاتت اللي هي تبقى اوت سايد، ولكن بيري حطت ايديها فيها مفيش مشكله. 1-5 وارسال خارج الملعب. يعني حتى لما الفرصه بتيجي لدي جي اس بي بيضيعوها بارسال لا اما خارج الملعب لا اما في الشبكه. دعاء الغباشي على الارسال، ارسال من 5-6 قوي خارج الملعب. سبعة نادي الشمس، 1 نادي دي جي اس بي. وكرة قوية بإرسال قوي على ليبرو الفريق الكونغولي وخارج الملعب. 8 نادي الشمس، 1 دي جي اس بي الكونغولي. من الواضح جدا إن الاستقبال ومفتاح لعب النادي الكونغولي في البدايات مش متواجد. الاستقبال طبعا مهارة مهمة جدا، من المهارات الأساسية علشان يقدر يعمل هجمة منظمة لازم يبقى فيه استقبال جيد. إنما الفرق اللي ما عندهاش استقبال هتلعب طبعا بعشوائية وما نستناش منها أي حاجة. في حوار طبعا ما بين كابتن هيثم رشاد وكابتن محمود حنفي، بيحاول طبعا يشوف ويجرب الأوراق اللي موجودة عنده علشان عنده مباراة قوية في دور الثمانية بيحاول يستعد ليها، وبيبص طبعا وأكيد بيسجل المباريات دي وبيتفرج عليها وبيشوف النقط، وفي التمرين سواء الصباحي أو المسائي في أيام الراحة بيبتدي يعدل فيها ويحاول إن هو يغير المشكلات اللي عنده. ارسال من دعاء في الشبكة، 2 دي جي اس بي، 8 نادي الشمس. ارسال قوي، استقبال من نهال ورفعوا كرة سريعة بتتشاط جميلة من سارة معوض. تاني كرة تترفع سريع في تاني شوط. الكرة الأولانية شفناها نورهان، والكرة التانية سارة معوض. ارسال قوي، ليبرو بيستقبل وكرة بترد عليها بكرة سريع على ايد لاعبة رقم 18، بتحطها في نص الملعب بليس كده
محدش يتحرك عليها، كانت ممكن تطلع سهلة. وكورة حطتها في آخر الملعب مش متوقعة. أربعة دي جي اس بي، تسعة نادي الشمس، بس القوي خارج الملعب. لعبة عالية هلال، لعبة من لعبات المميزات، إرسالها جيد ولكن المرة دي في الشبكة. من اللاعبات المميزات في منتخب الناشئات. وثالث كرة بتتشاط من نورهان عبد اللطيف، رفعتها هانيا سريع، يعني كويس ان هي ابتدت تشغل نص الملعب. وكور السريع دي اللي هي القصيرة بتبقى قوية ومفاجأة على سواء الديفنس او حائط الصد. عمل تغيير كابتن هيثم، نزل مريم ثروت مكان هانيا، معدة قديمة مريم. اتناشر نادي الشمس، خمسة دي جي اس بي. ارسال قوي من سارة ورفع كده جاية، كرة سهلة، بري بتطلع كرة جميلة وسارة بتسقط كرة، بترجع تاني الكرة تترفع من مركز واحد بتتحط في الشبكة. يعني بدون اهتمام كده اهي، وبدون ما يطلع حائط صد. يعني انا شايف دعاء ما طلعتش حائط صد عقليها سارة. وارسال قوي واستقبال خاطئ بتحسن النتيجة. 14 نادي الشمس، 5 دي جي اس بي. ارسال ايضا قوي، بتلعب ارسال مواجه من مركز واحد في مركز خمسة، بيبقى صعب على المستقبل ان هو يقدر يستقبله بشكل جيد، علشان زمن الكورة في الهواء بيبقى اقل لما بتلعبه من مركز واحد في مركز واحد. وكرة بتشوطها نورهان، ابتدت مريم وهانيا يشغلوا نص الملعب، وده طبعا شيء مهم جدا لأي فريق ان هو يشغل نص الملعب. طبعا احنا الحمد لله نادي الاهلي عنده اربع لعيبات من المجتهدات جدا في نص الملعب، صغار السن نور ياسين، مريم متولي، كبار السن طبعا نرمين المنشاوي، فريده العسقلاني، لعيبات على مستوى عالي جدا من نص الملعب. 16-5 كورة هنا شايفينها، أربع كور مرفوعين أو خمس كور من نص الملعب، ابتدى يبقى فيه شغل من منتصف الشبكة. عمل تغيير كابتن هيثم، نزل منا نادر ورجع تاني لعبة رقم 8 بعد ما كانت معدة، رجعها تستقبل، ممكن تظبط له الملعب، بيحاول يظبط الملعب في الاستقبال، ولكن الإرسال العمودي صعب على اللعبة رقم 9. دي رابع كرة بنفس الطريقة منا نادر، نزلت مكان دعاء الغباشي، وكرة بتترفع وبتتشاط في الشبكة.
18-5 وصار تاني ارسال عمودي على اللعيبة رقم 9 وبتحط كورة بليس كده في نص الملعب اهو بعد ما الكورة طبعا جابتها بصعوبة حطتها ولكن كورة اقرب لعالية من بيري استقبال رفع وكورة مريم بتزقها كده بليز بترجع تاني سهلة وكورة تانية من نادر بتحطها من 4-6 وكورة بتقف في مركز 1 ولكن اللاعب الخلفي لعيبة رقم 2 راضية طبعا حطيتها في الشبكة دي محتاجة لعيبة بمواصفات خاصة عشان مهارة صعبة وبالذات انها مش شولة دي بتلعب بايديها اليمين يمنى عزت نزلت تاني مكان ساره نورهان على الارسال منتقله من نادي الزمالك لنادي الشمس هذا العام ارسال قوي استقبال ورفع وكره بتتشاط قويه خارج الملعب شايف طبعا ابتسامه وفرح على وجوه اللاعبات لعبة رقم 14 مكان اللعبة رقم 2 في دي جي اس بي بيحاول يظبط استقباله ولكن صعب عشان ارسالات نادي الشمس ارسالات قوية فيها تركيز وحائط صد جيد وكرة تانية بتترفع بتتحط بليس وبترجع وبتيجي في ايد مريم ثروت وخارج الملعب اهي خلاص هما جربوا الضرب مفيش توفيق فيه فبيحاولوا ان هما يبلسوا الكوره في نص الملعب عشان يقدروا يهربوا من حائط الصد 20 الشمس 7 دي جي اس بي تغييرة طبعا استقبال ورفع وكورة من واحد دي اللي احنا بنتكلم عليها صعبة ولكن عالية هلال بتشوطها جيدة بتيجي تاني ومنة نادر بتشوط كوره من 4 في ايد حائط الصد وداخل الملعب جيده جدا اللاعبه رقم 18 ما تعرفش تعمل لها اي حاجه خدتها في ايديها طبعا محتاجه حائط الصد محتاج لعيب يبقى ايديه مظبوطه ويبقى متمركز برجليه بشكل جيد عشان يقدر يحط كوره شايفين طبعا الكوره بتعدي بسهوله وعاليه بتحط كوره من مركز 2 كانت مرفوعة وراها خارج الملعب مباريات اللي زي دي بتدي ثقة للاعبات صغار السن ومنا بتشوط كورة قوية جدا من مركز 2 في مركز 6 الديفنس ما عرفش يعمل لها حاجة منا لاعبة مميزة اهي منا نادر على الارسال ارسال من اعلى بيجي في الشبكه ليه كده تسعه دي جي اس بي 22 نادي الشمس لعبه رقم 9 وارسال قوي منا بتستقبله وكره بتيجي من يمنى جيده الديفنس طبعا بدل ما يطلعوا في الملعب طلع الكرة خارج الملعب 23 نادي الشمس 9 نادي دي جي اس بي سارة معوض ارسال من 5 الاستقبال طبعا الكرة ابتدت توصل اهو وكرة بتتشاط وحائط صد جيد من اللاعبة عالية هلال واضحة جت في ايديها وداخل الملعب
لعيبه متميزه. حائط الصد بتاعها جيد ونقطه وتفصلنا عن الشوط الثاني. أربعة وعشرين تسعة. الشوط الأولاني خلص برضو 25-9. يعني في 50 بونت جابوا هما 18 نقطة فقط. منهم طبعا أخطاء بعض اللاعبات في الإرسال. إرسال قوي وكرة بتيجي قوية بترجع فري بول للاعيبة نورهان، بتحطها بريست إيديها في نص الملعب وبتنهي الشوط الثاني 25-9. نتيجة متوقعة من اختلاف مستوى فريق دي جي اس بي عن فريق نادي الشمس. في طبعا مجهود المباريات دي بتدي ثقة مباراة عن مباراة للفرق اللي بتبقى جاية هدفها ان هي تحقق نتائج إيجابية في البطولة. نادي الأهلي ان شاء الله بإذن الله عنده مباراة. فاز في بداية مشواره على نيكومبا الأوغندي بثلاث أشواط مقابل لا شيء. فاز أيضا على روفينيو رواندي بثلاث أشواط مقابل لا شيء. عنده مشوار اليوم بإذن الله مع نيونج الكاميروني. بإذن الله الأمور تبقى سهلة وجيدة. فرقة كبيرة مستواها من الفرق اللي خدت بطولات عديدة. مشوار بعض الفرق. قرطاج قدر ان هو يفوز ايضا على نجمة الشلف الجزائري. قدر قرطاج من الفرق المصنفة على هراري سيتي بطل زيمبابوي بثلاث اشواط ايضا في اليوم الثاني. و انتظار نتائج باقي الفرق. قرطاج قدر ان هو يفوز على بي دي اف 6 البوتسواني بثلاث أشواط مقابل لا شيء أيضا. يعني أعتقد أن أكيد المدير الفني لنادي الشمس مسجل وشاف كويس جدا المجاميع الأخرى علشان يعرف هو هيلاعب بأني طريقة كل فريق. عنده النهاردة بافيا الكاميروني قرطاج، واعتقد ان هو هيفوز على بافيا الكاميروني برضو فرقة اقل في المستوى من فريق قرطاج. لاعبات دي جي اس بي الكونغولي بيحاولوا ان هم يتكلموا مع بعض. أداء جيد جدا للاعبات نادي الشمس. أرقام أرقام غير الأرقام. أيوة يا باري هتغير الأرقام، هترحل الأرقام لما هتعمل إنزلة الرقم 45 مثلا. وأنا كنت بقول وينر 45 مع وينر 47 مثلا. هيبقى هيترحل هيتغير. هيترحل هيبقى كلها تغيير. المدير الفني بيحاول إن هو يتكلم مع لاعبته علشان مش عاجبه الأداء. النتيجة طبعا بتفرق مع المديرين الفنيين، ولكن المجهود والاجتهاد
والتوفيق بيرجع في الآخر من عند ربنا. يعني علشان 25/9 أعتقد إن في حاجة خاطئة مش موجودة، وهي طبعا الاستقبال اللي موجود عنده واضح. قدامنا رجع تاني الكابتن هيثم رشاد بدعاء وباللعيبة الأساسيين بيبتدي بيهم كل شوط. سارة معوض، لعبة رقم 18 على إرسال، إرسال خارج الملعب، كان هيجي كده في فرح، وبتأمن الكرة نهال جمال، خبطوا في بعض، إرسال مريم ثروت، إرسال جيد، استقبال ورفع، وكرة بتتحط بتطلع من نهال، ودعاء بتشوت كرة قوية من مركز 4 في مركز 1، بتيجي في ايد الديفنس وخارج الملعب. 2 نادي الشمس لا شيء نادي دي جي اس بي. منا نادر في الملعب مكان سارة الأمين، استقبال ورفع، وكرة بتتشاط قوية بتيجي في دعاء وخارج الملعب. إرسال، استقبال من نهال، كرة بتترفع، ودعاء بتشوط كرة قوية من 2/5 بدون حائط صد، والديفنس مش واقف في مكانه الصحيح. سبايك سيرف من دعاء، كرة بتتحط في نت الشبكة وبتنزل، المعدة بتجيبها برجلها كده وبترجع الكرة سهلة تاني، و بتنزل كرة سهلة. 2/3، فرح عايزة تسقط كرة ولكن لعبة رقم 4 بتيجي في ايديها وداخل الملعب. ارسال نهال بتستقبل، والحكم التاني بيقول في رونج في الوقفة. فرح رمزي والمعدة خرجت بدري، ما طبعا 25/9 ده بيدي مساحة ان اللاعبات يبقى في جزء كده من التراخي. وكرة قوية ابتدت اللاعبة رقم 10 بتشوط كرة قوية من مركز 4 لمركز 4، ده معناه ان احنا اول تقدم كونغولي. التراخي ده شيء يهد اي مستوى فريق. كرة بتتشاط بحائط صد وبترجع تاني، بتعدي سهلة، معدة بترفع كرة، ولعبة رقم 10 بتشوط كرة قوية بتطلع من نهال وبترجع تاني، واستقبال ورفع وترفع كرة في مركز 2 ولكن بتيجي في نت الشبكة وما بتعديش. 4-4، لما استقبلوا ابتدوا يلعبوا من مركز 4 ومن مركز 2، وصار معوض وارسال في الشبكة. ده كان لازم يبقى يعني في كلام ما بين الأشواط. شفنا الشوط اللي فات كان في بعض يعني الأريحية في اللعب بتدي مساحة ان هي يبقى في تراخي، ولكن فرح بتشوط كرة قوية. لعبة رقم 10 بتعدي الكرة، منا بتستقبل وكرة تانية وبتتشاط كرة قوية من فرح رمزي في ايد حائط الصد، لعبة رقم 10 و11 وداخل الملعب. 6 دي جي اس بي، 4 نادي الشمس. ارسال قوي، استقبال سهل، كرة بتيجي، والحلول بقى من منتصف الملعب. اللاعبة نورهان عبد اللطيف،
بتشوطها من مركز ثلاثة في مركز واحد، كرة جيدة، ديفنس كان متقدم قوي، إرسال، رفعت الكرة وكرة بتتشاط من مركز اتنين والحكم الأول بيقول فيه تاتش واضح. سبعة دي جي اس بي، خمسة نادي الشمس. إرسال قوي، دعاء بتستقبل، كرة بتترفع ومن النادر بتحط كرة سهلة بتيجي في ايد حائط الصد وداخل الملعب. ستة نادي الشمس، سبعة نادي دي جي اس بي. ملوش لازمة ان هم يفوقوا في مباراة، اهو طبعا رجع التاني، الارسال يبقى قوي عشان الاستقبال يرجع تاني. شفنا الكورتين اللي هم استقبلوهم كويس، شاطوهم كويس وخدوا بلوك كويس برضو. ارسال قوي، استقبال، ايوه كده، منا نادر جابت النقطتين بالارسال وبدايه التكنيكال تايم او الثمانيه، نادي الشمس سبعه دي جي اس بي. لازم الفرق الافريقيه تحديدا لما بيسحب نقطه او نقطتين بيشجعوا بعض بشكل جيد، فلازم ما نديش مساحه. بدايه المشوار كانت الكوره اللي فاتت دي متشاطه من 4 في 4 وحائط صد، الكوره متشاطه من 4 برضه في 4 منا ما توقعتهاش، وده اللي احنا بنقول فيه ان هي هم ما عندهمش مهاره اساسيه جيده، ولكن هم طوال عندهم حائط صد ممكن يبقى جيد. 8 نادي الشمس، 7 نادي دي جي اس بي. منا نادر ارسال قوي، استقبال ابتدى يرجع كويس، الكرة راجعة سهلة، ترجع الكرة ومريم بترفع كرة سنتر، دخلت كده نورهان سريع مفتوح على الشبكة، وكرة من قدامها تطلع دعاء تشوطها من مركز ثلاثة في مركز واحد، قوية بعيد عن ايد حائط الصد والديفنس. 9 الشمس، 7 دي جي اس بي. ومنا نادر بتلعب ارسال عمودي تاني على اللاعبه مستقبله الاماميه وبتاخد الكوره وخارج الملعب، لعبه رقم 9. منا وارسال خارج الملعب، غيرت ليه الارسال؟ مش عارف، كانت بتلعب ارسال عمودي زي الفل وبيجيب نقط والامور كانت ماشيه زي الفل. ارسال من لعبه رقم 9، استقبال نهال وكره مرفوعه ودعاء الغباشي بتشوط كره قويه من مركز 4 في مركز 6، ما بين 6 و1 كده، محطوطة بشكل جيد، بتيجي في ايد الديفنس وخارج الملعب. نورهان ارسال جيد، استقبال، الكرة بتعدي خارج الملعب. 12 نادي الشمس، 8 نادي دي جي اس بي. نورهان على الارسال، ارسال قوي، استقبال بيجي ضعيف وكره بتتشاط كويسه وكره بتترفع بترجع تاني، ودخلوا اتنين لعيبه على الكوره خبطوا بعض اهي. 18 و11 شاطوا الكوره خارج الملعب.
تغييره كابتن هيثم، تايم اوت بجري المدير الفني لنادي دي جي اس بي الكونغولي. طبعا كابتن محمود حنفي مدرب عام بيحاول ان هو يوجه فرقته. والمدير الفني لدي جي اس بي عمال يزعق من بداية اللقاء في لعبته. كرة بترجع خارج الملعب اهو. تغييرة اهي، سارة نزلت مكان دعاء الغباشي. نورهان عبد اللطيف على الارسال، ارسال قوي، استقبال وكرة بتترفع بجر كده، واللعيبة رقم 11 بتشوط كرة قوية وفي ايد حائط الصد المكون من سارة معوض ومريم ثروت وداخل الملعب. برافو يا سارة، برافو يا مريم. نورهان ارسال قوي، استقبله، كرة بتترفع واللعيبة رقم 11 بتشوط كرة قوية في ايد مريم ثروت وخارج الملعب، بتعدل بيها النتيجة اهو 9 دي جي اس بي 14 نادي الشمس. ارسال، استقبال، كرة بتعدي وبترجع سهلة، بتجيبها وكرة بتسقطها مريم جميلة، بترجع تاني ومريم مصممة تجيب الكرة. وسارة الأمين بتشوط كرة قوية في ايد حائط الصد وخارج الملعب. لعبة رقم 8 كابتن فريق نادي دي جي اس بي الكونغولي. 15 نادي الشمس، 9 دي جي اس بي. مريم ثروت ارسال قوي، استقبال بيجي طبعا ضعيف، ترجع الكره تاني ورفعه جميله وساره بتعدي الكوره، تترفع تاني وساره بتحط كوره جميله جدا وبترجع، واللعيبه رقم 11 ابتدت تشوط وساره حطت كوره قويه، ابتدى الديفنس يقف في اماكن سليمه وفرح رمزي شاطت كوره قويه جايه كده اوت اوف سيستم من ساره وخارج الملعب. كرة ايضا بتتحط بليس، ترجع تاني معدة الفريق واكبر لاعبة فيهم سنا واضح عليها، تحط كرة بليس كده في مركز 5 في اخر الملعب، غير متوقع. استقبال، رفع، وسارة معوض بتشوط من نص الملعب كرة من مركز 3 في مركز 1. 16 نادي الشمس، 11 نادي دي جي اس بي. ما ينفعش نقطتين ورا بعض كده، المفروض ان هو يبقى نقطة والفريق الشمس يضغط بالنقطة اللي بعد كده يقدر ان هو ياخدها بسهولة. مش هينفع التراخي في اللعب، محتاجة قوة. ابتدى اهو لعيبة رقم 11 بتشوط وخلاص. كورة من فرح خارج الملعب كانت مهمة.
ودي كورة سارة اللي حطيتها من مركز ثلاثة في مركز واحد. الشوط ده طبعا أفضل بكتير جدا دي جي اس بي عن الأشواط اللي فاتت. إرسال قوي سارة، استقبال، كرة جاية سهلة، بترجع تاني سارة معوض بتجيب الكورة، وفرح رمزي بتشوط كورة من فوق راس المعدة من مركز اتنين، بتيجي في ايد حائط الصد والديفنس ما يعرفش يعمل لها أي حاجة. إرسال سارة جيد، عمودي على اللعيبة رقم تسعة مرة تانية، بتيجي في ايديها وخارج الملعب. 18 نادي الشمس، 11 نادي دي جي اس بي. سارة الامين واستقبال ورفع في مركز اتنين، بتحطها في ايد حائط الصد والكرة بترجع تاني. ومنة نادر عايزة تسقط كرة ولكن حائط الصد لعبة رقم 18 يعني واضح جدا، لعبة رقم 11 رايحة لها اهي. 12 دي جي اس بي، 18 الشمس، ارسال قوي خارج الملعب. حتى لما بيجي فرصه ليهم ان هم يلعبوا بيضيعوا الارسال. وكره تانيه متشاطه في ايد حائط الصد وبترجع تاني. معدين كره في نص الملعب، مريم بتجيبها وبترجع الكوره سهله، وابتدت تحط كوره بليس المعده، وكوره يمنى بتشوطها بترجع تاني. وفرح بتشوط كوره من اتنين قويه جدا في مركز واحد، ولا البلوك ولا الديفنس عملوا فيها اي حاجه، جت في ايديهم وبره. استقبال، جايه كوره سهله، ترجع كرة تاني لنورهان. كور بتنزل في أماكن المفروض يبقى فيه كفر كويس عليها، ما نبقاش واقفين وخلاص. فوتورك مهم جدا في الكور دي. 13 دي جي اس بي، 20 نادي الشمس. استقبال وكرة بتترفع، وفرح رمزي بتشوط كرة قوية ولكن حائط الصد جيد اهو. شاططها في الشبكة، عايزة تحطها من 2 في 2. 14 20 ارسال قوي واستقبال من يمنى ورفع قوية، وفرح بتشوط كرة قوية بتيجي في ايد حائط الصد وخارج الملعب. تغيير، يمنى بتنزل مكان فرح. ارسالها جيد ودفنسها ممتاز. ارسال قوي، استقبال، رفع، وكرة بتتشاط وبتيجي في ايد حائط الصد المكون من نورهان عبد اللطيف ويمنى عزت وخارج الملعب. لعبة رقم 10 على الإرسال، 15 نادي دي جي اس بي، 21 نادي الشمس. كرة بتترفع ويمنى عزت بتشوط كرة قوية في ايد حائط الصد لعبة رقم 8 كابتن الفرقة، وبتنزل في مركز واحد. الديفنس ما يعرفش يعمل لها حاجة. يمنى إرسال، استقبال، رفع، وكرة بتتشاط قوية بتيجي من مركز أربعة في مركز ستة. قدامنا أهو الاستقبال، لما بيطلع منظم بيعملوا هجمة منظمة.
كرة سريعة بتشوطها نورهان، بترجع تاني، كرة بتترفع، وسارة بتشوط كرة قوية، ديفنس بيرجعها، نورهان بترجع الكرة، الكرة مشدودة من سارة بتتحط من 4 في 6، وكرة بترجع تاني، ودخل 2 لعيبة على الكرة. حصلت هذا الشوط مرتين نفس الكرة، مرة من مركز 4 ومرة من مركز 2. 23 نادي الشمس، 16 نادي دي جي اس بي. طبعا لعبوا كويس الفريق الكونغولي هذا الشوط، قدروا ان هم ياخدوا حائط صد ويشوطوا كور جيدة في بعض الأوقات. لما الاستقبال بتظبط بتعمل هجمة، وعنده لاعبات أطوالهم مساعداهم ان هم يشوطوا كور عالية. استقبال، كرة جاية مظبوطة اهي، وحائط صد جيد من مريم و سارة معوض، ولكن الحكم بيقول الكرة خارج الملعب. في اعتراض طبعا من لاعبات الشمس، بيقولوا الكرة جت تاتش في اللاعبة، والحكم التاني حسبها لنادي الشمس، ونورهان ضيعت سيرف كده مهم. انت من ورا الدنيا. سبعتاشر اربعة وعشرين. ارسال قوي، استقبال، وسارة الامين بتنهي الشوط الثالث 25-17. وبنقول ألف ألف مبروك لنادي الشمس، فوزوا على دي جي اس بي الكونغولي 25-9 25-9 25-17. مشاهدينا شكرا وإلى اللقاء. ألف ألف مبروك لنادي الشمس صعوده إلى دور الثمانية.